مع مؤسسة الزواج. علاش الضحكة هذه غفرة؟ بس واحد ما عادش يضحك بالبلاد صفراوية شوية كأنك هكا وراح كي شنو؟ والله شوف، مؤسسة الزواج حاجة صعيبة برشا ومسؤولية كبيرة برشا، فهمت؟ اللي قد مؤسسة الزواج وقادر انه يتحمل المسؤولية متاع مؤسسة الزواج باللي فيه الكل بالباهي بالخاي يتفضل فليتزوج، اللي ما ينجمش بربي لا تتزوج بربي. وكيفاش نعرفوا اللي نجم ما ينجمش؟ سامحني أميمة، تفضل سي الضمير. والله فدتني انت على مؤسسة الزواج، راي مش في العموم معناها. والله سارة هو ضمير يفسر لك انه قاعده نسال. اي ضميرك فيق برشا. لا ضميري خاطر يعرفني ساعات نهرب من تحبش تجاوب ساعات هي ساعات. انا شنو رايي في مؤسسه الزواج؟ والله باهية مع ماذا بيك تتزوج؟ لا مش ماذا بيا. علاش؟ شنو ماذا بيا؟ لا ما كل طفله تحلم منها تدخل القفص الذهبي وتعرس وتلقى رجل احلامها، الرجل اللي باش تشارك مع حياتها، باش يكون لها السند ويكون بارتنير في حياتها. ليه لازم تزوج يعني؟ يعني هذه سنه الله في خلق. اي باهي انا من حق الحق، انا الحمد لله لاقي السند بتاع اول سند هو مكتوب لي ولاقي السند بتاعي اللي هو توا قانون الكون، انثى وذكر رجل ومراه يعرسوا باش يجيبوا صغار باش تكون فما حياه استمراريه في الحياه. كي تقولي لازم بالزواج معناها نوليو هوني الدنيا تدخل بعضها شويه. لا لا مانيش ناويه نجيب صغار يعني. علاش ما خممش نجيب صغار على الاقل توا؟ فهمت انا الحق مانيش ايجويست، انا نعتبر جبن صغار ايجويزم. كان جيب صغير في الفتره هذيا وفي الوقت هذيا وفي هالعالم الحيواني هذيا، العالم العنيف هذايا اللي ما عاد حد يقدر حد، الخيوبيه والتوكسيسيتي اللي موجوده اليوم في العالم، انا نعتبر روحي حرام عليا، حرام كاريمون حرم على روحي اني نجيب صغير. وعلاش ما تربيش انت صغيرك على الاخلاق والمبادئ والقيم والحاجات اللي انت تتمناهم يكونوا في صغار العالم الكل، ويكون هو يمكن بصغيرك انت وبصغير بصغيري انا وبصغير ناس اخرين نحسنوا من الكاليتي كما تقول انت بتاع المجتمع؟ اللي ما لا نستبنى، اللي ما لا نستبنى لخاطر نشوف في برشا صغار اليوم ناقصين فاقدي سند وما عندهمش شكون يتلهى بهم ويستناو في عبد يجي يبوسهم ويقول لهم كلمه حلوه. انا اوليو نمشي نزيد نكدس للعالم نجيب الصغار، خليني نمشي نستنى. ما عندكش غريزه الامومه؟ راهو تتخلق فينا هذه، كل امراه تتغرس فيها غريزه الامومه. انا مانيش ضد انك تتبنى صغير وتعطي حاجه، بالعكس في احساس الامومه. كي نشوف قمر بنت صاحبتي كيفاه تاتا تاتا وتبوسني وتعنقني وما نشوفهاش ونكون نحس روحي امها. انا معاك معاك، فما ام ساعات ما تجيبش وتربي وتحب تكون عندها هي بيدها. انا معاك تكون هي ام مش بيولوجيه ولكن ام تحبك هكا كأم. برافو شنو معنى هذا هو؟ أيوة. يعني ما مش لازم نجيب، مش لازم نجيب، ولكن انت عندك ربي خلق فينا احنا نسي غريزه الامومه ديما نقولها. تلقاش انت وليد صغير يلعب بعروسه، تلقى ديما بنيه صغيره تلعب بعروسه وهي امها، معناها الامومه موجوده فينا. عمرك شريت وليد صغير يلعب بعروسه نقول انا ابوك يا بابا يا بابا يا بابا؟ ديما تلقى بنيه صغيره تلعب لي. دونك هذه حاجه مخلوقه فينا مزروعه فينا. دونك تقول لي انا ما نحبش نجيب صغار، بهتني شوية على الأقل تو ما نحبش نجيب صغار، يعني تنجم تتبدل. قولي على الأقل تو، هاني قلت لك قبيلة، أنا قلت لك على الأقل تو. وكان بالنسبة لي أنا يعني تو ما تنجمش أنت بطبيعتك تجيب صغيرة لما تعرس؟ لا الموضوع هذا حكيت معاها، يعني حكيت فيه مع البارتنير نتاعي مع صديقي يعني، فحكينا فيه حبيبي حكينا فيه الموضوع هذا وهو راه مش موافقني في الموضوع جملة. يعني قال لي على الأقل نجيبو صغير ونستبناو ثاني. قلت له لي ما بور لو مومون انا ما نحسش روحي حاضره اني نجيب انا صغير مني انا، لخاطرني مراش السبب. يمكن في وقت من الاوقات راني انا كنت نخمم نحب نقول كاين فما حاجه باش تخليني نعرس، سي جوست بور افوار دي زونفون. هذا قبل كنت نقولوا انا، توا كي كبرت شويه وقت لي وليت نمشي ونشوف الايتام ونزورهم ونشوفهم ونقعد معاهم والكل تبدلت فكرتي الانجاب. قلت بالنسبه لي انا علاش نجيب؟ تشوف الدنيا بربي كل الوضع الاقتصادي المزيان وك الدنيا وك مي باغ كونطخ فما صغار اليوم ما لقاوش فرصه، يستناو في فرصه انهم يعيشوا بالكدا. علاش انا
ما نحاولش نحسن لهم الوضعيه نتاعهم في بلاصه نقعد نجيب في صغير اخر فهمت. وكما قلت انت راهو الاحساس نتاع الامومه والله لو مربوط بالولاده وبالمخاض والكل يعني هاني قلت لك انا ولد صحابي نحسهم ولادي والاولاد اللي نشوفهم في لي زاسويس نحسهم اولادي بالحق.